ويا حقواتي غوطتنا سمعنا الخبرية على الثورة السورية. يا حقواتي غوطتنا وهي أبو ماهر منشدنا بيسمعنا غنية وبيحكي عن واجعنا من أرض الغوطة الشرقية. مني إلكم تحية يا رجال ويا نجمية، مني إلكم تحية يا رجال ويا زكرتية، مع غنية بتعبر بتحكي الثورة السورية. اهلا وسهلا ومرحبتين، شرفتونا يا نور العين. الله يا حي الله. قلونا يا زكرتية وين وصلنا بقصتنا؟ وصلنا يا عمي العمر عد ما اختفى عمي ابو سعيد بالغوطة. الله حي العم. الله حي العم. هذا يا كرام وقت اللي دخلت المداهمة الكبيرة وقلبت الغوطة فوقاني تحتاني، ما ضل حدا على بعضه بكل الديرة، اعتقلوا من الناس كتير، صاروا يوسخوا بالحكي وما سلم منهم لا صغير ولا كبير. أبو سعيد وكم شاب من شباب الغوطة هربوا على الحقول وعملوا كل جهدهم إنه ما ينكمشوا، لأنه اللي بينكمش وبيفوت على سجن النظام إجباري بيطلع يا معلول يا مقتول. قرر أبو سعيد بعد هالمرحلة إنه لازم يشتغل شغلة جديدة وفيها فائدة كبيرة للبلد، وكان اقتراحه على الشباب انه يعمل مستودع طبي بالشام ويلم الدعم المالي يلي جاي من الاهل والاحباب، وخبرهم انه بيعرف حارات الشام حارة حارة. نعم. هي ما بزغرته لعبان بطرقاتها وحافظ الجار والجارة. الشام يا ابي. السوار قالوا له اتكل على الله يا ابو سعيد، وشو بيلزمك؟ نحن حاضرين، نحن جاهزين. طلع أبو سعيد من الغوطة وكانت همته كتير قوية، فكانت الشام معباية بالحواجز والحواجز فيها منتشرة وتدقيق كتير على الهوية. بعد بشي شغل شهر اتعرف على بنت واسمها رؤى الدمشقية. شو اسمها؟ رؤى الدمشقية. وصارت تعينه وتأمن له كل طلباته وخصوص المعدات الطبية. بنت زكرتية وقدعة وحرة، وضل فترة منيحة يفوت على الغوطة ويخدم بيلي بيقدر عليه، والسوار كانت كتير منه مبسوطة، لحتى النظام صار يشدد على الحواجز كتير وخلى فقط معبرين للغوطة. تتذكروها هذيك الأيام؟ وبيوم من الأيام طلبوا منه الشباب جهاز انترنت فضائي. معلومكم النظام قطع كل وسائل الاتصال عن المناطق يلي طالعة ضده، فقرر انه يجيب بسكليت كهربائية ويلبي طلب الشباب بتأمين الجهاز، وراح فك بطاريات هالبسلكيت وحط غراض الاتصالات محلها. شلون بده يمرقها على الحواجز؟ الله اللي خلقه. بده يفك البطاريات ويحط الأجهزة بدال منها. والله هذا الشغل. جاب البسلكيت وزبط أموره وقال يا رب يا كريم، ومشي باتجاه الغوطة لوصل على حاجز الكباس. وقفوا شبيح غليظ ولئيم كتير. قال له العسكري انزلوا لك. نزل أبو سعيد من على البسلكيت، نعوره كم نعرة وسبوا كم مسبة وقشطوا إياها. طلع على البسلكيت وصار شو بده يسوي؟ يلعب فيها ويزمر فيها. انتبه إنه مالها بطاريات ومحل البطاريات في شي غريب، عم يزمر ما زمرت معه. فك غطى البلاستيك ولسوء حظ أبو سعيد شاف العسكري أجهزة الاتصالات الموجودة فيها. يلا راحت عليك يا أبو سعيد. بسرعة تم اعتقال أبو سعيد ومصادرة كل أغراض وتحويله على فرع الجوية. يا لطيف يا لطيف. وبفرع الجوية أخذوا جواله وصاروا يحاكوا يلي عم ينسق معهم على أنه أبو سعيد.
هون الخطوره والقصه. يحاكوا الزلمه بعد خمس دقائق تروح الدوريه تجيبه ابدا يطقوا طق. ومن بين يلي اعتقلوهم مين؟ هاتوا لشوف مركزين معي ولا لا؟ مين؟ حلال عليك أبو سامير. من بين يلي اعتقلوهم كانت رؤى وضل بفرع الجوية أبو سعيد شي 4 أشهر ونص أو أكتر بشوية، لحتى إجت على الفرع برقية من فرع 215 طالبين أبو سعيد بغير قضية. شو رأيكم؟ لبين ما طمشوه نزلوه حطوه بالسيارة وأخذوه على الفرع كان أبو سعيد عايف حاله من القتل ومكسور كذا ضلع. وصل على الفرع أبو سعيد وحطوه بزنزانة ضيقة وصغيرة لسه داقت الحال عليه أكثر من أول، وضل شي 10 أيام ملحوش وما حدا سأله ليش انت هون او من وين اجيت او استفسر شو السيرة، لحتى يوم من الايام وهو بزنزانته نايم حس على صوت دجدجة على الحيط وصوت عم ينادي مين في هون مين في هون، والصوت ناعم. عرف أبو سعيد انه صوت مرة اللي عم يحكي. انت مين اللي عم تدقي؟ علي لي صوتك شوي لانه بعيد. مين عم يحكي؟ ابو سعيد. ردت عليه بصوت مقهور، بصوت مقهور من الظلم ومنهار. قالت له مو انت ابو سعيد؟ قالها مين انت؟ قالت له لك انا. وهي عم تحكي هيك اجا السجان. اجا السجان وما عاد حدا استرجع يحكي شيء، وخلصت حلقتنا. لا 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 لا. الحلقة الجاية منكمل لكم شو يلي صار. والله تشوقتنا نغمش قلبنا لنعرف مين بالزنزانة. الحلقة الجاية بنوسف كمل لك اياها. هلا بدنا نسمع من أبو ماهر غنية يفرفح لنا قلبنا. بلاد الرعب أوطاني من القاضي إلى الجاني، بلاد الرعب أوطاني من القاضي إلى الجاني، ومن خوف إلى خطر ومن منفى إلى ثاني، ومن خوف إلى خطر ومن منفى إلى الثاني، بلاد الرعب أوطاني من القاضي إلى الجاني، بلاد الرعب أوطاني من القاضي إلى الجاني، ومن خوف إلى خطر ومن منفى إلى الثاني، ومن خوف إلى خطر ومن منفى إلى الثاني، بلاد الحرب أوطاني تدمر كل بنياني، بلاد الحرب أوطاني تدمر كل بنياني، توفى الأمن في وطني وصار الموت مجاني، توفى الأمن في وطني وصار الموت مجاني، بلاد الرعب أوطاني من القاضي إلى الجاني، بلاد الرعب أوطاني من القاضي إلى الجاني، ومن خوف إلى خطر ومن منفى إلى الثاني، ومن خوف إلى خطر ومن منفى إلى الثاني، بلاد الحرب أوطاني بأشكال وألواني، بلاد الحرب أوطاني بأشكال
من قهر إلى ألم إلى بؤس وحرمان، فمن قهر إلى ألم إلى بؤس وحرمان. بلاد الرعب أوطاني، من القاضي إلى الجاني. بلاد الرعب أوطاني، من القاضي إلى الجاني. ومن خوف إلى خطر، ومن منفى إلى الثاني. ومن خوف إلى خطر، ومن منفى إلى الثاني. بلاد الصبر أوطاني، وحال الناس أبكاني. بلاد الصبر أوطاني، وحال الناس أبكاني. بلاد الصبر أوطاني، وحال الشام أبكاني. بلاد الصبر أوطاني، وحال الشام أبكاني. فكم نزحوا وكم لجأوا وتاهوا دون عنواني. فكم نزحوا وكم لجأوا وتاهوا دون عنواني. بلاد القهر أوطاني، وقبرا دون أكفاني. بلاد القهر أوطاني، وقبرا دون أكفاني. تمادى الحزن في قلبي، وغطى الدمع أجفاني. تمادى الحزن في قلبي، وغطى الدمع أجفاني. بلاد الرعب، بلاد الرعب،